الرحيم، زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من السنة، إنما السفر بقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من البدعة، ودي من أخطاء العقيدة، لأن لا يجوز السفر إلى مكان للتعبد عنده إلا 3 مساجد. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. يبقى لا يجوز السفر ولو حتى لمسجد إلا 3 مساجد فقط. أما السفر لغير المساجد، لقبر أو نحو ذلك، فهذا كله غير جائز بدون استثناء. ولذلك احنا في مصر ما ينفعش نقول انا رايح ازور النبي عليه الصلاة والسلام، لا، انا رايح احج، ثم بعد تمام الحج اروح ازور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وتبعا لزيارتي لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ازور قبره، مش رأسا اقول انا رايح ازور النبي واقصد القبر. هنا تبقى النية غير جائزة والعمل محرم، لانك انت قصدت اللي انت تسافر لزيارة القبر، ده ممنوع، انما السفر فقط ل3 مساجد. واحد يقول لك يعني انا لو سافرت عشان اصل الرحم ولا عشان اطلب العلم يبقى كده حرام؟ انتوا ازاي تقولوا الكلام ده؟ اقول لك لا، المقصود بالحديث لمن يريد ان يسافر للتعبد عند بقعة محددة، فده نقول له ما ينفعش تسافر للتعبد عند بقعة محددة إلا ل3 مساجد فقط. غير ال3 مساجد دول لا يجوز أن تسافر بقصد التعبد عند هذه البقعة وهذا المكان. إذا كان المساجد نفسها ما ينفعش إلا ال3 مساجد، فما بالك بقى بالقبور أو نحو ذلك، حتى لو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا غير جائز، وهذا من الأخطاء الشائعة التي ينبغي أن نتفاداها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.